من بعد ما أخذت بريك لعدة أيام من السوشيال ميديا، ها هي اليوم ياسو تعود من جديد مثيرة للجدل بشكل كتير كبير. فبلش حديث الجمهور بعد ما عملت أنفولو لعدد كبير من الناس، واللي كان من بينهم وسام تيكت وماريانا غريب. فبعد خلاف دامع فترة كتير طويلة بينهم، أعلنوا قبل فترة عن صلحهم. فشاركت ياسو بعدة فيديوهات بقناة فافا نابولي. أما اليوم فشكله رجع الخلاف من جديد، فاختارت أخت ماريانا كريستين الرد على هذا الموضوع عن طريق ستوريهات انستغرام. مرحبا، حأحكي شيء مهم اليوم بهذا الستوري. فقت أنا مبارح الصباح، فتحت انستغرامي لقيت شيء يعني غريب. فأساس هي أنه نشيل الفولو ونحط الفولو وقت بدنا مزابطة. دائما نحن اللي بنطلع بالصفحة السوداء، دائما نحن بنطلع الظالمين، نحن اللي ظلمنا وغدرنا. مع انه انا يا غافل الك الله فتحت لقيت ما في فولو. فما بزعل غير على اختي ماريانا اللي هي انغرت ونغشت بهيك شيء، بس اكيد هي حترجع مثل ما كانت، يومين بترجع مثل ما كانت. بكفي قصص انه استعطاف مو زابط. انا بس حبيت اوضح لكم هي النقطة مو اكتر. انا ما عندي مشكلة مع اي حدا، وبالنهاية الشخص اللي مو عامل قيمة واحترام لشخصيته ولكاركتره ولا سمعته صن الرفقة ما يشي بالنسبة له، لانه هو ذاته ما انه محترمه. فبتمنى أنكم تفهموا وأنكم تختاروا مجتمعكم صح. فياسو ردت عن هذه الاستوريهات بستوريهات ثانية على انستغرام. طلعوا يحكوا أنا خلص صراحة، يعني أنا إذا عملت أنفل لحدا أكيد ما في شي بلا سبب، تمام؟ هاي واحد. اثنين، أنا حدا بعمل فولو للشخص اللي بدي إياه وخلص. أنا ماني حابة لا أحكي ولا أحكي أي شي أبدا، بس صراحة أنا حدا حابة أشتري راحة بالي وأنا هيك برتاح. هالحساب حسابي أنا حرة وبس. شكرا كتير لكم، أنا سألتوا عني وسألتوا عن كوجي. مع كل مثل ما عم بخبركم قريبا إن شاء الله بنزل فيديو وبشرح لكم في كل شيء. معكم حق تفوت بالحيط، حتى أنا يعني فايتة بالحيط، بس إن شاء الله بنزل فيديو قريبا وتفهم كل شيء. شكرا كتير، بحبكم. فلحد الآن ما شفنا أي رد رسمي من طرف وسام أو ماريانا. واللي صدم الجمهور أكثر هو صلحها مع ريدر من بعد ما كشفا قبل أيام أنهما على خلاف. فشاركتها الصورة اللي تجمعها به مع كل من قمر الطائي وإيمو مان. فشو رأيكم باللي صار بينهم وشو سبب هالخلاف؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.